قالت شركة غاز بروما الروسية أنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، وهو ما يتماشى مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية. وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك استحالة استبدال موارد الطاقة الروسية أو سلخها عن السوق العالمية للطاقة بحسب تعبيره، وأشار إلى أنه لا يمكن للعالم أن يعيش بدون تلك الموارد في ظل النمو الوزراء. متسارع للطلب على موارد الطاقه